شعبنا العظيم. لا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكني واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي. لو هنبدأ من أول قرار التنحي، يعني بعد الهزيمة يوم 5، يوم 9 شعب كامل مع قرار التنحي خارج شايل يفط هنحارب. قتلنا الخوف كله لأن كان عندنا الأمل إن احنا نحرر مصر. بعد كده جالنا يحفى عننا عن الأبطال اللي عاد بالدينة. حرب أكتوبر تعتبر نقطة تحول مهمة جدا في تاريخ مصر المعاصر، ونقطة تحول كمان في تاريخ العسكرية المصرية، بل وتاريخ العسكرية في العالم. شباب مصر كلها وجنود 67 أنا شفتهم بنفسي على خط النار، ناس عظماء قدروا يعملوا حاجة. حرب أكتوبر دي كانت الحاجة اللي غيرت كل الموازين، نقدر نقول إنها أمل حقيقي حصل للشعب كله. الرؤية اختلفت، الدراما اختلفت، الأفلام بعد كده أول لما تم الانتصار بدأت تحصل أفلام لأن هم شافوا إن في حدث حصل. ما بين النكسة والنصر 6 سنوات يحسبها الناس عمراً. لكنها في عقيدة المصريين كانت مجرد جولة، جولة فارقة بين كبوة الجواد وانتفاضة الماء. هكذا يقول التاريخ، وذاك أيضاً ما تخبرنا به الدراما، مرآة الحاضر ووثيقة الماضي. حصل انتظام رهيب جداً لكل طبقات الشعب لبكرة والبعد والسنين الجاية. دي الملحمة الحقيقية اللي جابت النصر، ازاي شعب كامل انتظم بكل طبقاته، موظفين وعمال وفلاحين وممرضات، كل الطبقات انتظمت وكل واحد ليه دور. الدور اللي عملته السينما المصرية والتلفزيون المصري والراديو المصري كانت مهمة جدا في نقلنا من نفق الهزيمة بكل ما فيه من إحباط ويأس وحزن إلى بشائر أو الأمل في نصر عظيم مهم جدا يحدث لنا ضد العدو الإسرائيلي. للدراما أصول يعلمها المتمرسون ويستعذبها الهواة، قصص لها فصول ذات ذروة وبداية ونهاية. وفي دراما النصر كانت الأيام الصعاب في يونيو حزيران من عام 1967 مفتتحاً جاذباً لفناني مصر لحشد إبداعاتهم وجهودهم من أجل رفض الإخفاق ورفع الروح المعنوية نحو معركة فاصلة لتحرير الأرض. الفنانين بدأوا يقوموا بزيارات لجبهة القتال، يمكن ده ظهر أكتر قوي في سنة 69 أو يعني بالتحديد في شهر مايو 69. بدأت الفنانة نادية لطفي إن هي تحرر صفحتين في مجلة الكواكب، المجلة الفنية الشهيرة وقتها، وبدأت إن هي الصفحتين دول يكون دورهم الأساسي التوعية والتعريب بالمعركة اللي كانت موجودة وقتها اللي هي معركة حرب الاستنزاف. وقتها استقطبت الحقيقة مجموعة من الكتاب اللي نقدر نقول كمان اللي هم الفنانين الكتاب، يعني بدأ لقينا في مقال لعبد الحليم حافظ أنا يمكن بسمي ده إنه أنا بقى عندي يعني جبهة الإبداع في مقابل إبداع الجبهة اللي كان بيتم هناك. اللي حصل إن عرض هذه الأفلام بشكل متوالي في التلفزيون في يوم 6 أكتوبر رسخ عند الناس الجمهور إن كل الأفلام دي مرتبطة أساساً بحرب أكتوبر. هذه الأفلام مقسمة على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة 67
الافلام اللي اتكلمت عن نكسه 67 او ما بعد النكسه تحديدا، وتاتي بعدها الافلام اللي انتجت عن فتره حرب الاستنزاف، وهي الفتره اللي امتدت من 67 ل 69، وبدات مرحله جديده من مراحل الاستعداد للحرب على ايدين الرئيس السادات لغايه سنه 73. في افلام انتجت تحديدا عن هذه المرحله. 67 كان دمار للحلم العربي، مش المصري بس، المجتمع كله كان مكسور كسره كبيره جدا، وكان مصدوم صدمه كبيره، كان روح المقاومه موجوده لكن بتدور على الطريق يعني. لكن قدر علي عبد الخالق انه يعمل فيلم عظيم هو اغنيه عن ممر. لو انا سلمت الممر ده يبقى مسعد مات هدر يا حمدي. الممر ده بتاع الولاد اللي ماتوا فيه، ما حدش هيخش الممر ده وانا حي ابدا ابدا. كنت بتقول ايه في غنوتك يا حمدي؟ الفيلم ده بيعتبر من الافلام العظيمه جدا في كل شيء، في الصوره، في الاداء، في الحركه، في السيناريو كمان اللي قدمه ببراعه السيناريست الكبير الاستاذ مصطفى محرم. اداء ممثلين يعني يكون من ابرع وامهر الاداء. حتى كمان الفيلم نفسه كان بيقدم معالج، كان صدمه كبيره قوي لكل الناس يعني. في الوقت ده ما كانش في افلام بتقدم بالشكل ده، فجاه لقينا فيلم عظيم. حتى الاغنيه تعيش يا ضحكه مصر اللي قدمها الشاعر العظيم عبد الرحمن الابنودي، الناس خرجت من الفيلم تغنيها. الفيلم بعث الامل من جديد في روح الشعب المصري. ابكي انزف اموت وتعيشي يا ضحكه مصر، وتعيش يا نيل يا طيب، وتعيش يا نسيم العصر، وتعيش يا قمر المغرب، وتعيش يا شجر التوت. الناس اللي شافت الفيلم عارفة بدور الأحداث أثناء 67 حوالين عدد محدود من الجنود بيحاصروا في ممر، ولكن بيرفضوا ان هم يتخلوا وينسحبوا من هذا الممر، وبيظلوا يقاوموا حتى اخر واحد فيهم. وبالتالي هو عمل وطني ويطالب بالمقاومه وبالنضال بشكل قوي ومباشر جدا. بالرغم ان الفيلم نهايته حزينه جدا وانتهت باستشهاد كل المحاصرين، الا ان الفيلم اعطى طاقه غير طبيعيه لامكانيه النصر. طالما لدينا هؤلاء الفدائيين، هؤلاء الصامدين، حتما سيأتي النصر. كل ده انعكس نقدر نقول بشكل أو بآخر في المشهد الفني، انعكس في أعمال هروبية ترفيهية بتسعى للتسلية فقط وللنسيان، وانعكس في أعمال بتذكر وتحذر وتطالب بالفعل. هنلاقي القضية 68 لصلاح أبو سيف، وده الفيلم ده يعني كان حتى ردود الفعل عليه بتجسد هذا الصراع اللي كان جوه الاتحاد الاشتراكي نفسه. هنلاقي العصفور مثلا يوسف شاهين، واحد من أهم الأفلام اللي اتعملت. أكتب إليك هذا الخطاب بسرعة، أخيرا نحن على وشك التحرك. العربات جاءت والأوامر صدرت ولم يبقى إلا كلمة واحدة: تقدم. يبدو أن مواقعنا ستكون في الخطوط الأمامية. جاءني خطاب من السيد الوالد، تلت ترباعه عنا، وكيف أنه فخور بيك. ابسط يا عم، نلت الرضا، عقبال عندنا. بعد كده تم إنتاج عدد من الأفلام برضو في نفس المرحلة دي، فترة من 70 ل 73، زي مثلا فيلم أبناء الصمت. الفيلم ده بيتكلم برضو مأخوذ عن عمل أدبي اللي هو رواية أبناء الصمت للكاتب مجيد طوبيا، وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي.
مكتوب يا مجدي. مجيد طوبيا كان ليه أخ على الجبهة في آخر أيام حرب الاستنزاف، وكان محاسب، شاب محاسب، وتعرض لإصابة على الجبهة. الأستاذ مجيد كان بيروح يزور أخوه لمدة سنة كاملة في المستشفيات. هو بيحكي إزاي جه أبناء الصمت. لما كان بيدخل المستشفى عند أخوه بيلقى لغة تانية، كل الجنود موجودين جنب أخوه، الأجازات القصيرة بيقعدوا يتكلموا، حتى الذاكرة البصرية بتاعتهم، الذاكرة السمعية بتاعتهم مرتبطة بالجبهة، بالقيادة بتاعتهم. أبناء الصمت بيتكلم على الجيل الجديد من الجنود اللي يعني هم ما بيتكلموش كتير، ولكن هم مصرين على الثأر، مصرين على استرداد الكرامة واسترداد الأرض. حتى الفيلم بينتهي بالأغنية الشهيرة اللي أصبحت بعد كده شعار الحرب. قبل 67 الحقيقة كان في حاجتين بيقدموا مسرح، كان في مسرح التلفزيون اللي كان تابع وزارة الإعلام، وكان في المسرح اللي تابع وزارة الثقافة. بعد 67 حصل ضم للفرق بتاعت التلفزيون إلى فرق المسرح، وحصل تقليص لعددها. هذا التقليص ما يعني استتبعه برضو تقليص في حجم الإنتاج، لكن ده ما خلاش الإنتاج اللي خاص بالمعركة يقل، بالعكس يعني كان في مسرحيات كتيرة جدا خاصة بفترة حرب الاستنزاف والاستعداد للمعركة وكده. الغول اتقدمت في الفترة ديت، في فترة حرب الاستنزاف، في مسرحيات تانية برضو اتقدمت في نفس الفترة. يعني كان في شحن للناس بشكل معقول ومتوازن في الفترة بتاعت حرب الاستنزاف عن طريق المسرح. وقد قالت السيدة جولدا مائير إن دخول الجيش المصري في الحرب يعد عملاً جنونياً. وليست الأعمال الدرامية الروائية فحسب، بل كان للسينما التسجيلية أيضاً دورها البارز في توثيق ما دار على جبهة القتال مع الأبطال. في إبريل سنة 73 ديفيد العزر قال إن الجيش المصري مش ممكن ينتصر في أي معركة. يا عم سيبك. بعد مرور ساعات وأيام قليلة توجه عدد كبير من السينمائيين إلى الجبهة لعمل أفلام. حرب أكتوبر فوجئنا إحنا بالأخبار إن يوميها إن جيشنا اتعبر وكده. في نفس اليوم رحنا مجموعة من الشباب لوزير الثقافة يوسف السباعي في مكتبه، قلنا له احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا شغلتنا نصور. فقال لنا دي حرب مش لعبه وكده وبتاع، حط اساميكوا وتروحوا يعني نشوف ايه اللي ممكن نوديكوا يعني او لا يعني. فعلا يوم 12 اكتوبر جه ان ممكن يروحوا بعثتين للمركز القومي للسينما، بعثه للجيش الثاني اللي انا سافرت فيها مع داوود عبد السيد ومحمد ميشاليس، وبعثة للجيش الثالث سافر فيها حسام علي كمخرج ومحمود عبد السميع كمصور. فكان أول تصوير ليا في الجبهة القول الدبابات على المعبر ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وهو بيعدي كمان بيطلع دخان أبيض كده عشان يغطي المنطقة، كان أي طيار أي حاجة ما بتحددش المكان يعني. ده كان أول حاجة يعني. ويدعو القائد العام جنديا من أبناء مصر ضرب أروع الأمثلة وحطم للعدو عددا قياسيا من الدبابات لم يتحقق مثيل له في تاريخ الحروب، كي يقص الشريط إذانا بافتتاح معرض الغنائم. فهنلاقي في فيلم عن الغنائم مثلا بتاعة الحرب،
هنلاقي فيلم صائد الدبابات اللي بيسجل مع الجنود اللي قنصوا الدبابات وعلى رأسهم عبد العاطي، يعني اللي هو قنص أكبر عدد، لكن الفيلم كمان بيوثق لزملائه اللي برضو يعني دمروا عدد كبير جدا من الدبابات. هنلاقي جيوش الشمس لشادي عبد السلام اللي سجل شهادات للجنود في المستشفيات. المكان ده كان المكان اللي دمرت فيه أول دبابة من 23 دبابة دمرتهم في خلال حوالي نص ساعة. كان المكان ده واطي، وكنا يعني مكان بالنسبة للموقع حاكم في حجم أول دبابة ضربتها، حجم المكان ده أربع دبابات ضرب فيها بيومي اتنين وأنا ضربت اتنين. خيري بشارة المخرج لما تم يعني اختياره أنه يقدم فيلم عن أكتوبر لم يقدمه على قائد، لم يختار قائد كبير أو لم يتحدث على إنجازات كبيرة، لكن اختار عبد العاطي اللي هو بقى اسمه عبد العاطي صائد الدبابات. بيحسسنا أنه في جندي في المعركة بيحقق هذه النجاحات رغم أنه بشهادة متوسطة، لكنه قدر يعني يتعلم فنون الحرب كأعلى قائد. هو أيضا هو كمخرج ومهندس الصوت هم جنود بيقدموا دور في هذه الحرب عن طريق توثيق هذه البطولات الجميلة. ولأن المعركة والاستعداد لها أعظم من أن تجسد في قالب فني واحد، قدم المبدعون المصريون حينذاك كثيراً من الأفلام الروائية والتسجيلية والأعمال المسرحية التي تقص حكاية النصر. هذه الفترة أنتجت أعمال فنية وأدبية مهمة للغاية، سواء في التلفزيون المصري أو في مؤسسة السينما التي كانت قائمة في ذلك الوقت وكان يديرها بكفاءة الكاتب المسرحي المرحوم سعد الدين وهبة، وكان يركز كثيرا جدا على فكرة الانتصار على العدو الإسرائيلي. المشكلة الأساسية في حرب أكتوبر أنها لم تصور، لما تم تصويرها فلما تيجي حب المخرجين يعملوا أفلام بعد كده مش شايفين حاجة عشان يعملوا على الأفلام. يعني دلوقتي أنا لازم أشوف أفلام تسجيلية أو ماتيريال للحرب مصور الجيش مصوره عشان أعرف أعمل فيلم زيه أو أضع أن أنا يطلع الإخراج مظبوط. لم تصور الحرب، فدي مشكلة. فما تنبأت القوات المسلحة اللي عندها صور الحرب بجد في 74 وعملت مناورة وقالت في الجيش الثاني في الجيش الثالث وأخذت المصورين كعادة تمثيل للحرب، فابتدوا يصوروا الحرب تاني. أول أفلام عرضت عن حرب أكتوبر عرضت في 6 أكتوبر 74 بعد سنة من الحرب. تعرض فيلمين، الوفاء العظيم إخراج حلمي رافلة وبطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي، ومن كتابة فيصل ندى، ورصاصة لا تزال في جيبي عن قصة الإحسان عبد القدوس وإخراج حسام الدين مصطفى وبطولة أيضا محمود ياسين. بعديها بأسبوع 14 أكتوبر 74 اتعرض بدور من كتابة وإخراج نادر جلال وبطولة أيضا محمود ياسين. لو احنا وصلنا الأفلام ديت حاليا أنها متوزعة يعني بالتساوي كده على أسلحة الجيش، بنلاقي مثلا فيلم بدور عن الصعقة، فيلم حتى آخر عمر عن القوات الجوية، بنلاقي الوفاء العظيم برضو عن المشاة، الأستاذ زفر جايبي طبعا ده لوحده تمام، هو كان بيتكلم عن الحرب بصورة عامة. الرصاصة دي شايلها في جيبي دايما عشان ما انساش، كل ما سيب سلاحي أخلع منه رصاصة وشيلها في جيبي لغاية ما أرجع لسلاحي. فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، الفيلم بدأت كواليسه يوم الحرب، يوم معبرنا يوم 6 أكتوبر، كان في حوالي 7 مساء رمسيس نجيب اتصل بالنجم محمود ياسين في ذلك الوقت، قال له انت قاعد بتعمل ايه؟ تعالى انزل. قال له في حظر التجول. قال له تعالى انزل حالا لازم نعمل حاجة، وقال له في نص مكتوب لإحسان عبد القدوس اسمه الرصاصة لا تزال في جيبي، وهذا النص هذه القصة لم تكتمل، كان كاتبها إحسان عبد القدوس وكان فضلها الفصل الأخير. فاتفقوا مع إحسان عبد القدوس إنهم يزود اللي هو الحرب الفصل الأخير يبقى حرب أكتوبر. الأستاذ رمسيس نجيب طبعا كمنتج معروف، كمنتج من المنتجين العظام في السينما المصرية وتاريخها، جاب مخرج إيطالي اسمه ماريو
وعشان يعمل المعارك في الفيلم. قال له انا عاوز مصور صغير يتبهدل معايا بالنص كده. رمسيس قال لي كده يتبهدل معايا. سأل بقى يحيى تدرس قال له في مصور كويس ممكن يصور اسمه سعيد شيمي. ابتديت اشتغل مع ماريو وما كانش كاميرا واحدة كان عدة كاميرات. وابتدينا بقى هو يخطط نعمل معارك تحرير الأنطرة دي كلها كانت واضحة، العبور، الاقتحامات. المشكلة بقى اللي يعني كان مشكلة غريبة شوية ان احنا بنصور في اماكن محررة مهجورة ما فيهاش ناس، فكان بيستعملوا الرصاص الحقيقي. دي كانت عاملة مشكلة ليه؟ ان ممكن اي حد من اللي بيصور او اللي بيتحرك يصاب يعني. وكان في افراد وقوات افراد القوات المسلحه كانوا موجودين في الفيلم. خط بارليف الحقيقي ظهر في الفيلم، حتى ان هذا الفيلم يعتبر وثيقه يعتد بها في اي مشهد من مشاهد حرب اكتوبر بيتم استدعاء هذه المشاهد اللي اتطورت. فيلم رصاصه لا تزال في جيبي. ناس كتير بتعتبر ان هو فيلم غير مهم، فيما هو الفيلم الوحيد اللي جسدت فيه المعارك فيما يزيد عن تلت الفيلم. اهم ما في الطرح هو ربط دايما ضياع الارض والوطن بالعرض. احنا يمكن التيمة دي مش موجودة في العرض، احنا دايما بنربط الشرف الارض بالعرض، الارض بالعرض. ويمكن ده اجمل ما في الفيلم. محمد، الرصاصة لسه في جيبك؟ ايوه، وهتفضل في جيبي عشان لسه خايف عليكي. خليها دايما في جيبك عشان اطمن ان اللي حصل مش هيحصل تاني. اطمني يا فاطمة، طول ما انا جنبك اطمني. لو جينا نتكلم عن حرب اكتوبر سواء في السينما او في الدراما او في المسرح ما ينفعش نعدي سريعا كده من غير ما نتكلم على استاذ محمود ياسين، فنان بمعنى الكلمة. احنا ممكن اغلب افلام او اغلب الاعمال اللي تم تناولها اللي تخص حرب اكتوبر هو كان بطل اساسي موجود فيها، شخص شفناه باشكال مختلفة في شخصيات متنوعة برتب مختلفة. هو دايما كان طالع بشخصيات مختلفة ودايما كان موجود في الاعمال الوطنية اللي تخص تمجيد اللحظة دي. كان في محاولة لاستغلال نجومية محمود ياسين لربطها بالافلام المنتجة عن الحرب كجزء من التسويق، يعني كجزء من تسويق الفيلم انتاجيا يعني، او كجزء من الدعايه لهذه الافلام بجانب كونها افلام تتحدث عن الحرب. فهنلاقي ان في سنه واحده محمود ياسين قدم ثلاث افلام اللي هم اشهر ثلاث افلام عن اتعملوا وقت الحرب، اللي هو الرصاص لا تزال في جيبي والوفاء العظيم وبدور. فيلم بدور اهميته بتيجي في تجسيده لتدريبات الجنود، وبرغم ان المعركه اقحمت في الحقيقه يعني نادر جلال المخرج الكبير، ثم بعد اربع سنوات من النصر يجي فيلم العمر العصر. مش قلت لك انا تحت المفاجأة؟ اتفضل هدية بسيطة. جاك، ايه الحكاية بالظبط؟ هتساعد حركة التمويه من غير ما اعرف. انا معايا امر عسكري مقابل الموضوع، اشتراك يعني. مادام كده خلاص. البطل بتاع الفيلم كان محمد خيري، وهي اختارته ماجدة ليقوم بالدور معها، يعني يناسب النجمة ماجدة. لكن في رأيي ان البطل الحقيقي لهذا الفيلم هو احمد زكي، اللي كان عامل دور عبد العزيز الجندي، جندي الصاعقة. وقصته مع سعدية اللي هي ناهد شريف كانت هي الأجمل والأكثر حميمية على مدار الفيلم كله. وده أنا بحسه دلوقتي وأنا بتفرج على الفيلم بعد مرور كل هذه السنوات، وأيضا كنا نشعر به أنا ونفيسة نصر وإحنا بنعمل المونتاج. وكنا بنبقى سعيدين جدا وإحنا
بنعمل مشاهد سعدية وعبد العزيز اللي هو ناهد شريف وأحمد زكي. قبل 5 أشهر من اندلاع حرب 6 أكتوبر تشرين الأول، كانت المسرحية الكوميدية الشهيرة مدرسة المشاغبين تعرض، وقد تواكب عرضها مع اقتراب ساعة الصفر، فيما كانت إعلاناتها حينئذ مدبجة بآية النصر 60% من سورة آل عمران، وخصصت فرقة الفنانين المتحدين جزءاً من إرادها لدعم المجهود الحربي آنذاك. في مجموعة من المسرحيات اللي كانت بتعبر عن نبض المعركة وقتها، يمكن كان أشهر مسرحيتين كانوا موجودين ومتاحين للعرض للجمهور وقتها، مسرحية أقوى من الزمن ومسرحية العمر لحظة، والمسرحيتين بالمناسبة كتبهم الأديب الكبير ووزير الثقافة وقتها الأديب يوسف السباعي. مهما كنت في مصر أسمع عن الدمار لا يمكن كنت أتخيله كده أبداً. عندك حق، بورتوفيق والسويس شافوا أيام صعبة. صحيح، وإيه العالم اللي هناك ده؟ ده عالم الأمم المتحدة. والأمم المتحدة عايشة هنا في الأنقاض؟ والعمارة نفسها اللي كانوا فيها تهدد كمان. مفيش حد هيحل المشكلة دي غير شعب مصر، لا أمم متحدة ولا أمم منفصلة، مفيش غيرنا احنا اللي هيحل مشكلتنا. لذلك لما بناخد أمثلة على طول بنفتكر حدث في أكتوبر اللي عمله الرائع الجميل القدير كرم مطوع، اللي كرم مطوع لقط الحكايه دي وقال ان احنا مش هنقدر نقدم عمل يكتب خصيصا دراميا عن حرب اكتوبر، لكن نقدر نعمل ايه؟ نستلهم تاريخ المقاومه المصريه والمقاومه العربيه عبر فرقه مسرحيه، العرض بيدور حوالين فرقه مسرحيه، حدث اكتوبر، حدث اكتوبر زي اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط، فبيفكروا نقدم ايه؟ فواحد بيقدم بيقول أنا لازم نقدم قصيدة الشرقاوي مثلا، أو تعرف معنى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. هنلاقي مسرحية زي باب الفتوح. باب الفتوح ببساطة بيتناول حدث قديم قوي وهو انتصار صلاح الدين الأيوبي. الهدف مش تأريخ لصلاح الدين الأيوبي، الهدف كيف تدار الدولة بعد الانتصار. ألهم نصر أكتوبر المبدعين المصريين بنوع جديد من الأعمال الفنية، لم يعد معنياً بالمعركة فقط، ولكنه استوحى أفكاره من مرحلة ما قبل الحرب، فخرجت إلى النور حكايات الاستنزاف والجاسوسية والاختيار بين الولاء والخيانة المجسدة لمرحلة مهمة ومؤثرة في التأسيس للمعركة. احنا بنشكرك على معلومات سام 6. ايه بقى المعلومة الجديدة الخطيرة اللي عندك؟ انت ما قلت لهم شي؟ قلت لهم ايه؟ اني ما بشككش. كلمني انا منصور. $500,000 الاول. نسمع الاول وبعدين نقدر الفلوس. لا كده بقى احنا هنفاصل، معطلكوش. اسمع منصور، احنا هندفع اذا كانت المعلومة تستحق. قول المعلومة اللي عندك. وفي بقى ما تزعلش العقيد. انت شايف كده؟ ايوه. مصر هتعمل القنبلة الذرية. خلينا نعترف برضو انه هي برضو الدولة مش عايزة أفلام عن الحرب بشكل مباشر، ولكن في نفس الوقت هي كمان بتذكر قوي وبتنبئ إنه الحرب لسه شغالة بطرق أخرى ولم تنتهي تماما، وبالتالي أصبح البديل الأمثل لحل هذا المأزق هو أفلام الجاسوسية والأعمال اللي بتتناول عالم الجاسوسية. في منتصف السبعينات ظهر فيلم الصعود إلى الهوية من كتابة صالح مرسي وإخراج كمال الشيخ وبطولة محمود ياسين ومديحة كامل. الفيلم ده في وقت من الأوقات حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، لأنه كان فيلم متقن الصنع وكان بيتكلم عن عملية مخابراتية تم فيها استدراج شخصية جاسوسة مجندة من قبل الإسرائيليين، كانت شخصية مشهورة قوي، واستدراجها لمصر و اعدامها هي وكل الشبكة اللي كانت متورطة معاها في وقت الحرب.
أو ما قبل الحرب بقليل. تحب تطلع من باب كبار الزوار ولا تغوية زحمة وعطلة؟ ليه أنت بتطلع من باب كبار الزوار؟ طبعا، وعربية مخصوص تدخل لغاية الطيارة. ياه ده أنت واصل لفوق. وحوصلك معايا بس تسمع الكلام. أسمع قوي. ده أنت لقطة. ده أنت اللي لقطة. فين كده؟ رايحين مصر يا عبلة. مصر؟ أقدم لك نفسي، خالد سليمان من المخابرات العامة المصرية. مشهد أنا بيستوقفني جدا، مشهد في المسلسل الأشهر رأفت الهجان. هذا المسلسل الأسطوري واللي قدم فيه النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز، وهو يعني ظهر في المسلسل على أنه إسرائيلي من أبناء إسرائيل، لكن هو بيستقبل نبأ انتصار أكتوبر إزاي وسط إسرائيل وسط كل ده. هذا المشهد مشهد عبر من كده ما يعرفوش حاجة، ما عاشوش الحرب دي. الحرب من سنين، الحرب دي عاشها مثلا أهالينا مش أهاليهم حتى، ومع ذلك هي بالنسبة لهم إن هي كانت مؤثرة جدا ممكن يرجعوا لها. إحنا لازلنا لحد النهاردة بنستمتع برأفة الهجان، مش لأن المسلسل جيد صنع أو إن بس الحكاية حكايات حقيقية من ملفات الجاسوسية، ولكن لأن احنا بنكتشف طول الوقت ان لدينا طوق للتشبث بابطالنا وبالتشبث بمن دفعوا اثمان من اجل هذا الوطن. مصر يا ما يا سفينة مهما كان البحر عاتي، فلاحينك ملاحينك يزعجوا الريح يوات. مصر يا ما يا سفينة. ومن اللافت أن شهد التسعينيات القرن العشرين توجه عدد من صناع السينما إلى إعادة تقديم حكايات نصر أكتوبر وما قبله وما بعده. استهلت بالمواطن مصري عن رواية كتبها يوسف القعيد، ثم حكايات الغريب المأخوذ عن مجموعة قصصية لجمال الغيطاني، والطريق إلى إيلات عن قصة حقيقية مسطرة بحروف من ذهب في سجلات البحرية المصرية. طريق الإيلات هو فيلم عسكري بالأساس، يعني فيلم توثيقي عسكري، يعني كل فصل في الفيلم بيتكلم موثق بالأيام التواريخ، يعني فجر يوم العملية، احنا في المكان الفلاني، احنا في التاريخ الفلاني، احنا في الساعة الفلانية. فهو من الأفلام القليلة جدا اللي بيتعامل مع فكرة الدراما التوثيقية أو السينما التوثيقية، وهو تجربة يدرس الحقيقة. هو من كتابة فايز غالي وإخراج إنعام محمد علي وإنتاج قاع الإنتاج، في الوقت اللي كان القطاع فيه بالحقيقة بيشتغل بشكل قوي جدا تحت رئاسة ممدوح الليسي في الفترة دي. بين شطين ومية عشت هم عيني يا غالين علي يا أهل اسكندرية. بين شطين ومية عيشتكم. يلا يا سود، جات اللحظة اللي انتم مستنيين. يلا رجالة، يا وقت الجد. اتصلت بالأستاذ ممدوح في التليفون وقلت له انت ما غلطتش في نمرة التليفون او في العنوان، ده فيلم حربي من الالف للياء، وانا امرأة يعني لا دخلت حرب ولا غيره، فازاي متصور ان انا ممكن اخرج فيلم زي ده؟ فقال لي هتخرجيه. كانت النتيجة ان انا قبلت وانا بترعش، يا ترى فعلا هقدر اخرج الفيلم ده؟ يا ترى الفيلم ده هيطلع بالمستوى العملية الحقيقية؟ بحث الوحوش اقوى. Thank you.
كان فيه صعوبات، بس الحمد لله ما كنتش لوحدي. كان معايا مدير التصوير سعيد الشيمي اللي هو كان مسؤول عن العمليات الحربية اللي موجودة في الفيلم، وأيضا كان مسؤول عن التصوير تحت الماء، وهو اتعلم مخصوص التصوير تحت الماء عشان يعمل الفيلم ده. المشاهد اللي تحت المية اللي فيها تفاصيل ودقة كان لازم أخد بالي منها وأنا بحضر السيناريو. إيلات نجح نجاح ساحق طبعا لما اتعمل، ومازال ناجح لحد الآن لما بيتعرض الناس بتتجمع وتتفرج عليه. هقول لك حاجة هتندهش ليها، إن أكتر ناس عجبهم الفيلم هم الأطفال والصبية والشباب. حارس سلاح احنا ضباط مصريين من رجال الضفادع البشرية. انتوا اللي ورا اللي في شارات كبيرة اللي سمعناها من شوي. ايوه ضل مكانك وكمل حكي. ما تخافش احنا عزل من السلاح، مش قادر اقف. كيف قدرتوا تقوموا المسافة هذه كلها وتوصلوا للمينا وتفجروها؟ طيارة هليكوبتر رميتنا جنب المينا، كان المفروض ترجع تاخدنا، للأسف ما رجعتش، لكن كان في أوامر في حالة عدم رجوعها نسلم نفسنا ليكم. وإيش ضمنك إن إحنا ممكن؟ أرجوك ما تكملش. أنا بشوف إن فيلم حكايات الغريب من الأفلام اللي فعلا اتفاجئنا بيها، لأن إحنا كنا خلاص ما كناش بالنادي بقالنا فترة عايزين نعمل فيلم، يعني فيلم عن أكتوبر مختلف، فلقينا فعلا فيلم حكايات الغريب، وده برغم إنه فيلم تلفزيوني إلا إنه فيلم فعلا من الأفلام العظيمة جدا اللي مؤثرة واللي بتناقش حرب أكتوبر من زاوية تانية. أستاذ جمال غطاني كان أهداني كتبه اللي هي رصد فيها جولاته أثناء حرب الاستنزاف وال 73. أنا كنت عايزة بالفعل فيلم حربي بدون حرب، فلقيت في حكاية الغريب ضالتي. يا أهل السويس الكرام، ساعدونا في البحث عن صاحب الصورة، غايب من 23 أكتوبر اللي فات، السن 29 سنة. الاسم مش مهم، الاسم ده اسمه عواد، كان في مدلة 40. لا ده اسمه أشرف، كان هو ومعاه إبراهيم سليمان عند سينما رويال، وهم اللي ضربوا الدبابة اللي هناك. ده مصطفى أعرفه واعرف اسمه كويس، استشهد هو احمد ابو هاشم عند مسجد البراجيلي. ويمكن الفيلم لغايه نهايته واحنا بندور على اي الشخصيات المتعدده اللي احنا بننادي عليهم، كان عشان الجمهور تعي احنا قصدنا ايه من الفيلم. هو الحقيقه كان قصدنا ايه؟ الكل في واحد. اختيار اصلا السويس، ودي نقطه مهمه جدا، اختيار السويس ده كان اختيار موفق جدا، لان السويس كانت هي النقطه اللي حصل فيها التلاحم مباشر مع العدو من جانب الشعب مش من جانب الجيش بس. طبعا أثناء المعاينة حددت أماكن تصوير أجزاء من الفيلم وأجزاء مهمة من الفيلم. إيه الأماكن التصوير دي؟ يعني قعدت أدور على الشوارع القديمة أو البيوت القديمة في السويس اللي تهدمت بفعل الزمن، فعل الوقت. وأيضا كان في فرقة أولاد الأرض بيغنوا في أنفاق، قعدت أدور على نماذج من البيوت القديمة والأماكن دي اللي توحي بأنهم في مكان مجهول، مكان قديم. وزي ما شفنا في الفيلم زي كانوا بيقعدوا يغنوا وغيروا والناس ويسقفوا كل ده. مطرح ضرب الأنابل، خلي ودق الجلاجل، مطرح ضرب الأنابل، خلي ودق الجلاجل، مطرح ضرب الأنابل، خلي ودق الجلاجل، مطرح ضرب الأنابل، رح تطرح السنابل ويصبح خير هلية. أقولك حدث حصل، إن جمال الغطاني وكان بيتفرج علينا وفي أول عرض للفيلم، أول مرة يتعرض الفيلم، وهو كان قاعد جنبي بكى هو بيتفرج على الفيلم. الفيلم لمس قلبه. هو انت اللي قلته ده ما يوديش في داهيه؟ انا ما قلتش، انا بحكي على اللي اتقال.
المخابرات الاسرائيليه يا شفيق؟ مش ممكن، مستحيل. وانت وافقت؟ انا لا وافقت ولا اتنيلت لسه. ايوه مستحيل نوافق. انت عايزنا نسلم نفسنا بايدينا العشماوي؟ انت ما بتقراش في الجرايد عن الجواسيس اللي بيمسكوهم في مصر وبيعملوا فيهم ايه؟ ومع تلك الحقبه من التسعينيات وبدايات الالفيه الجديده، واصل التلفزيون ايضا دوره في تسجيل مراره الهزيمه وحلاوه النصر، فقدم كثيرا من الاعمال الدراميه التي حققت نجاحا شعبيا وانتشارا واسعا، بالاضافه الى ظهور اعمال فنيه اخرى تناولت السيره الذاتيه للرئيسين ناصر والسادات. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة بأي مقياس عسكري، قامت بها القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر، حيث تمكنت من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة جسور لها، بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات. في كمان نوعية من الأفلام اللي هي السيرة، أفلام السير الزعماء، يعني في أفلام اتعملت عن جمال عبد الناصر، في أفلام اتعملت عن السادات، فما كانش ينفع إنه هذه الأعمال ما تتكلمش عن 67، ما تتكلمش عن حرب الاستنزاف، ما تتكلمش عن حرب أكتوبر. في نفس الوقت كانت المطالبات لم تتوقف بإنه فين الأفلام الحرب، فين الأفلام الوطنية، فين الأعمال الوطنية؟ ده سؤال من 74 حتى الآن، كل سنة في ذكرى الحرب، كل سنة في ذكرى أي مناسبة وطنية الناس بتتكلم فين الأعمال يا جماعة الوطنية. أعوام وسنوات طوال مرت على النصر العظيم في بلد يزخر بالمبدعين، ورغم كل ما أنتج من أفلام روائية وتسجيلية ومسلسلات ومسرحيات، فإن عظمة الحدث لا تزال ملهمة لمزيد من الإبداع الفني. الحقيقة إحنا بنملك عدد قليل من الأفلام التي تتحدث عن حرب أكتوبر ونكسة 67 وحرب الاستنزاف، يعني إحنا بنتكلم تقريبا في حوالي من 12 إلى 15 فيلم. أنا بشوف إن الأفلام اللي تم إنتاجها عقب حرب أكتوبر طبعا ما هياش بالقدر الكافي لقيمة الحدث، لكن كان بتتميز بأن فيها روح أكتوبر، مشاعر أكتوبر كانت حاضرة في هذه الأفلام. ما زلنا محتاجين لعرض مسرحي يليق بهذه المعجزة، أنا شخصيا بسميها لحظة العبور بسميها معجزة، وهي فعلا معجزة. في الفترة الأخيرة تم الإفراج عن كم من الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر، أعتقد أن هذه الوثائق تصلح لأن تكون موضوعاً لخلق دراما تاريخية تعالج جوانب مسكوت عنها في حرب أكتوبر. لو حسيت بنفسك هفجر دماغك. توالت السنون وتعاقبت الأجيال في مظلة الأعمال الفنية التي تتناول النصر المجيد ذات قيمة خاصة في قلوب الشعب المصري. ولأن العبور العظيم سيظل ملهما للمبدعين، جاء فيلم الممر الذي استقبله المصريون عام 2019 بحفاوة بالغة، امتلأت معها دور العرض السينمائي واصطفت أمام شاشات التلفزيون الأسر من كل الفئات العمرية. إنتاج ضخم وتنفيذ بديع للمعارك وقصة تبث العزيمة في نفوس شعب أبي يحميه جيش وطني يحمل عقيدة النصر أو الشهادة. الممر ده اللي شفناه يعني فيلم عظيم جدا، تكلفة إنتاجية ضخمة، خلى يعني معظم جمهور السينما كانوا شباب وأطفال، كانوا فرحانين بفيلم الممر. وحتى إن الفيلم لما كان دايما بيقول الأفلام الحربية ما بتجيبش إيرادات، بالعكس فيلم نجح نجاح جماهيري ساحق وحقق أعلى إيرادات. أنا لما الفيلم اتعرض رحت أتفرج عليه، لقيت طابور طويل جدا من الأجيال الجديدة واقفة بتقطع تذاكر، أنا معرفش أدخل. مرتين بروح السينما مش عارفة أدخل. هذه الواقعة شاهدة على أن الأجيال الجديدة في حاجة إلى أنها تعرف تاريخ الوطن. حقق فعلا جزء كبير من
امنيه الناس ان هي تشوف فيلم قوي متنفس حلو، في معارك حلوه مصروف عليه، في نجوم، في مشاركه حقيقيه بين القوات المسلحه وبين الانتاج علشان يطلع الفيلم بشكل حلو ومشرف. احنا مش بتوع شو زيكم، اللي عايزينه يعرف هو العدو اللي احنا بنحاربه انتو. انا عندي عسكري في غرام من الغارات وهو بيتضرب بالطيران بتاعكم، ماسك بندقيته، لومته، قلت له بتعمل ايه كده، هتموت نفسك. قال لي مش مهم يا فندم، لازم العدو ده يبقى شايف واحنا بنحاربه ان احنا عنينا في عينيه، وان هو مش هيرتاح في الارض دي ابدا. متهيألي الرسالة وصلت. يكفيني في فيلم الممر ان يقول على لسان ضابط مصري الماتش لسه ما خلصش. دراما مصرية اسهمت في تشكيل وعي المصريين والعرب ووجدانهم، فالحرب المجيدة التي قهرت عدوا ظن نفسه لا يقهر ألهمت الفن بإبداع لم ينضب. ورغم مرور أكثر من نصف قرن لا تزال حرب أكتوبر باعثة على الإلهام بقصص وحكايات من دفتر البطولات والتضحيات، ليبقى الفن ومبدعوه رقما صعبا في معادلة معركة صناعة الوعي. لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق، يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك عالأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراك. الممر ممر يخرج بيك من الليل النهار، ابدأ طريقك حتى لو مشوار.